وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عندك، نستوجب بذلك غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وشفاء المرضى. من أوصانا بالدعاء والمنظورين وقضاء الحوائج ببركة الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فداء لمثوى تنور بالأبلج الأروعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مضجعي، فيا أيها الوتر في الخالدين، فالذين إلى الآن لم يشفعي، شممت ثراك. اللهم لا تحرمنا زيارة الحسين، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي. كأن يدا من وراء الضريح حمراء يا مبتورة يا
إصبعي. والأجمات والأجمات يقع الطف الجلوعة والأجمايات والأجمايات يقع الطف الجلوعة. هاي اللوعة هي هاي اللوعة. والأجمايات والأجمايات وجرح يدي على أخواني والأجمايات في حمل البيت وجاوبني وين ما تكون قاعد شاهد حاضر تسمع. أنا صحت على الخيل ما بسيج يقع الطاف إليك لوعة والأجمات وجرح يدي على أخواني والأجمايات أنا صحيت على الخيل ما بسج والجمات والجمات اخوي حسين هذا على الوطي هي يا اخوي حسين هذا على يا 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 الوطي يا طبة السوق يا طبة السوق اي والله اش عملت بهنا يا طبوة السوق. هذا اقرا لك يا البيت اختم لك بيه المجلس ان شاء الله خلي في ذهنك خلي في بالك. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله ثلاثا. اللهم لعنهم اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم. اطلبوا حوائجكم بوجاهة الحسين غريب ومظلوم كربلاء. آمين رب العالمين. قال مولانا وإمامنا وشفيعنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته التي تركها في المدينة قبل خروجه منها متوجها إلى مكة قال عليه السلام: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق مولانا الإمام الحسين عليه السلام. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. استقراء للتجربة وتتبعا للمواقف التي كانت تلك المواقف لها الميزة، يعني مواقف متميزة، ومن وراء ذلك
لعبت أدوار استطاعت أن تؤثر في الإنسان، تؤثر في عقله، تؤثر في قلبه، تؤثر على مسار حياته. تلك المواقف الكبيرة هي كانت نوعية، لم تكن فيها جمهرة، ولم يكن يلاحظ فيها الكم والعدد للإنسان. وهذا المنطق يتبنى القرآن الكريم في إشارة واضحة، كم من فئة قليلة، ما الذي جعلها تغلب الفئة الكثيرة؟ ما الذي جعلها هذا اللعب لهذا الدور الكبير؟ هو انتمائها إلى الحق، وأنها تستمد قوتها من الحق وتطبق على أرض الواقع. هذه هي الحقيقة، هذه هي التجربة، هذا منطق يتبناه القرآن. إشارة أخرى بلون آخر ومن وجهة أخرى، أن التجربة أثبتت أن الكثرة لا يعتمد عليها، الكم لا يمكن الاعتماد عليه بالغلبة. بس هو شنو؟ شوي انتبه لهذه المفردة. كثير من الناس تقع فريسة الخداع بسبب الكثرة. قل لا يستوي كثرة الخبيث، ما يستوي ولا يستوي، هذا الأمر مستحيل يستوي. ليش؟ لأن هذا إلى مظهر يخدع الإنسان. قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا ميزان يتبناه القرآن، يوصل لنا إياه برسالة واضحة، يقول حفظوا التجربة. ترى التجربة شنو التجربة أحبائي؟ التجربة تتكرر دائما. ولذلك هذا حديث مروي عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة سلام الله عليه، يقول من التوفيق حفظ التجربة. تريد تشوف أكو توفيق لو ما أكو، شوف حافظ التجربة لو لا، تجربة اقتصادية، سياسية، اجتماعية، دينية. هذا التاريخ مليء، لأن الأدوار تتكرر والمواقف تتكرر، بس يختلف أوضاع الناس، أشكال الناس، أمور الناس تختلف. بس أنت تعال اتبع لي وخلي يصير عندك حالة استقصاء للمواقف والأدوار، واطلع لي بنتيجة، شوف من الذي انهزم ومن الذي انتصر. هاي نقطة جدا مهمة، ذا نحملها في أفكارنا، ترى خلي بالك تفيدنا حتى في بيتنا، تفيدنا في الشارع، تفيدنا في الوظيفة، تفيدنا في العمل، فضلا إذا حاولنا نطبقها على منهج السياسة في حياتنا، على منهج الإدارة في حياتنا. وهذا ينفعنا، ينفعنا اليوم كأمة متعرضة لنظام المؤامرة، ينفعنا، ينفعنا كمجتمعات قاعد تحيط بينا المؤامرة بنظام دقيق. يعني يمكن شوية المثل بيه شيء من يعني الطرافة، بس ينفعنا. يعني احنا قاعدين الآن نقرأ مجلس، بس عدونا قاعد يخطط شي يسوي لنا باكر. هاي الحقيقة، يعني هاي الحقيقة اللي لازم تكون عندنا قناعة بيها. وقاعدين الآن نسوي هاي جلساتنا ونقعد ونفعل ما نفعل، عدونا قاعد ينظم ماذا يفعل لنا غدا، ماذا يصنع لنا غدا. من ضمن جلستنا كون شنو؟ كون نتباصر هذا الموضوع، نعيش هلة ذهنية اللي هي تشخص وتنتبه وتستفاد من التجربة. فعبر تاريخنا وعبر هاي الحياة المليئة بالمواقف ومليئة بالأدوار، تبين أنه من الذي ينتصر ومن الذي ينهزم. هاي حالة يعرضها القرآن، وهي كانت من ضمن منهج الإمام الحسين بالتعامل. يعني الحسين عنده قانون يتعامل به، وهو الخضوع لسنن الله عز وجل. أكو سنن إلهية هي تحكم. هسه الباطل شقد، الحق شقد، الباطل منهزم منتصر، الحق منهزم، أكو سنن تحكم. ومن السنن اللي تحكم هاي تحصل كمبادئ. أما الزبد، القرآن الكريم يقول فأما الزبد فيذهب
جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. هذا مبدأ هو يحكم الإنسان إذا يعيش وياه. شوي انتبه لهذه المفردة رجاء. إذا يعيش وياه، إذا يعيش وياه بحياته، إذا يعيش وياه بمواقفه، إذا يعيش وياه بأدواره، إذا يعيش وياه بوظيفته. أنا أريد الإخوة شوية يتقدمون، بارك الله بكم، حتى مجلسكم لا يربك، وحتى يبقى يحافظ على استقرار. تقدموا. شي سوى، خلي روح يقعد هناك، روح هناك ذيك وزاوية هناك، روح هناك، روح هناك وخذ راحتك. هناك هناك هيك على سمة راس، مدري سمة شاب هناك. تفضلوا تفضلوا، بارك الله فيكم، تفضلوا، حياكم الله. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الفكرة أحبائي شوية نحتاجها. وين تعيش؟ تعيش بالذات، بالذات يعني حصران شوية، هاي مفردة أحتاج انتباهك لها. تعيش ويا المتصدي، المتصدي للمسؤولية لازم تعيش ويا هاي الفكرة، منهج. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هاي لازم تعيشها، وتعيش ويا أفراد المجتمع حتى تعطيهم الاطمئنان، تعطيهم النتائج من وقت مبكر. أنت تدري يعني إذا أنا تعيش وياي، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، شنو راح أحصل؟ راح أشوف النتائج تلوح بالأفق، راح أشوف يعني النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. يخاطب مجموعة من قريش كان يعطيهم دلالات على نبوته ورسالته الحقة، بس ردت فعلهم شنو كانت؟ أبو سفيان ومجموعته قالوا عجيب، السحر خفيف في يده، ساحر هذا. قالهم من يرى منكم من يطرح في القلب، ترى أنتم راح تندفنون بمقبرة، اللي هي أول مقبرة راح أنتم تندفنون منها. فهذا الأفق من يشوف المتصدي هذا ينطي قوة، ما يخلي يتراجع، ما يخلي يعيش الانهزامية. وهذا اللي تبنوه أهل البيت في ثقافة حتى الناس يشوف الحياة بوضوح. أما الزبد فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالنقطة الأولى اللي نمر بها قبل حديث الإمام الحسين لما يقول ألا فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، هذا الميزان اللي يتعرض له القرآن إنه بوضوح يعرضه إنه. أما الزبد هذا مثال الحق والباطل، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس، هاي ضربها القرآن مثال. يمكن مولانا في سورة الرعد الآية 17 في بالي، الآية 17 من سورة الرعد، ما دام قراء القرآن حاضرين، هاي يعرضها القرآن مثال للحق والباطل، إنه الزبد يذهب جفاء، وأم فأكو أمور هي زبد بالحياة، ومن الزبد اللي هو الباطل كمبدأ وكرسالة وكمنهاج وكأهل وكانتماء له. فالتجربة اللي احنا نستفاد من عتها في فهم مبدأ من مبادئ الإمام الحسين هو استقراء هالمواقف، واستقراء وتتبع هالأدوار. والحسين عليه السلام كان مطمئنا للنصر، الحسين كان يتعامل باطمئنان مع الانتصار اللي راح يحققه. وهذا اللي ترجمناه أنا وياك بفهمنا للمعادلة. اليوم من فهمنا للمعادلة واحد، أن الدين محمدي البقاء. صلوا على محمد. عفوا، أن الدين محمدي الوجود، حسيني، وهو يمكن هم نقدر نوسع الفهم محمدي البقاء، نقدر، بس كتطبيق لهاي الأطروحة محمدي الوجود حسيني البقاء. هذا منين؟ هذا من الفهم، هذا أنا وياك فهمنا، فهمنا أن الدين نشأ وزرع وبذر، بس تعرض للخطورة
تعرض للمرض، تعرض للضياع، تعرض للزوال لولا هذه التضحية، لولا هذا الجهد، لولا هذه البسالة اللي ما كانت تفكر بأي نصر مادي وما تفكر بأي نصر عسكري أبدا. لم يكن يصبو الحسين عليه السلام إلى أي نصر مادي أو نصر عسكري، هذا أنا وياك فهمناه من حركته، من الموقف والدور اللي لعبته، لعبته كربلاء وأهل كربلاء. بعد عندنا مصطلح آخر هم انتزعناه وفهمناه، أن كربلاء انتصار الدم على اليمن على السيف. هذا منين اجى؟ هم من فهم هذا الصراع بين الحق والباطل، أن كربلاء هي انتصار الدم على السيف، لأنه بصراحة أكو فرد شعور غر الإنسان ذاك اليوم، وأكو فرد مبدأ حملت الدولة حققتها على أرض الواقع هي وحكومتها لما دخلوا السبايا في الكوفة. هذه محطة أكو نشوة نصر وماكو شعور بالإنهزامية. اسمع مولاتنا زينب سلام الله عليها رجعت القضية إلى نصابها، هذا الزيف وهذا الزبد أزالته بحركة واحدة. يقول الراوي في الكوفة أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا. أكو هيج قدرة عمي؟ امرأة مسبية رؤوس أهل بيتها قدامها، إلى تساد بقت عارية وراها، متروكة على بلا دفن ولا غسل ولا تكفين، والحبال بأيديهم، وما شاكل ما تابع من هذا الموقف. وعبيد الله بن زياد يعيش النشوة ويعيش الراحة ويعيش الزبد بمعناه الحقيقي، وهاي الكلمة غائبة. ألا فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن يرد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. هذه قبل 6 أشهر قالها الإمام الحسين من واقعة الطف، قبل 6 أشهر نست هذه، غابت، والدولة بكل قدرتها والحكومة بكل إمكانياتها نزلت بالشارع وانتظرت دخول السبايا. ودخلوا السبايا من هم كانوا سادة الكوفة قبل سنين وكانوا يحكمون الكوفة وأهلها، علي بن أبي طالب، مقر دولته بالكوفة، مقر حكومته بالكوفة، وهي حقيقة. ولكن الناس بهالشكل أومأت، بعد لازم الحق يطلع، جمهور وسبايا آل البيت والرؤوس مرفوعة على الرمح. وتدري انت أكو طلب من حامل الرؤوس أن يتقدم، ليش طلب منه حتى يتقدم؟ شيخ جلال، حتى الناس تنصرف بالنظر إلى الرؤوس عن النظر إلى بنات رسول الله. إيه؟ هاي الحقيقة، إنه حامل الرؤوس تعامله ويا تعامل حتى يتقدم، حتى الناس تنشغل بالنظر إلى الرؤوس وتترك النظر. فقد خزينا بالرواية، فقد خزينا. هذا يعني أنت تتصوره سهل هذا؟ وهذا يجرح القلب، هذا يدمي القلب. أعطوا لحامل الرؤوس. والملازمة الثانية أنه الإمام يطلب قطعة قماش الإمام زين العابدين، ليش؟ يضعها تحت الجامعة، يقول له يا منهال هذه الجامعة قد قطعت نياط عنقي. عمي احنا لازم نوقف، لازم نتوقف. المعصوم لا يشكو، ترى المعصوم مو يشكو من ألم، بس اكو رسالة إلي وإلك. يقول لما حركت الجامعة حتى توضع تحتها قطعة القماش سال الدم كالميزاب، كالميزاب سال الدم. هذا من ضمن الملازمة، والناس فرحة والناس مستبشرة. يمكن هذا باشر مربي أنا وياك نوقف عنده. أهل الشام عندما كان لهم عيد وسئلوا ألكم عيد لا نعلم به،
يمكن الجو الإعلامي والتربية الأموية وما زرعت مدرسة الأموية في داخل الناس إلى مبرر، بس بالكوفة بس هاي الدولة تبنت، هاي الحكومة إمكانية الدولة وحكومة في الكوفة. فهنا أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا. أكو استجابة. اثنين، هدأت الأنفاس وسكنت الأجراس، هدوء. بعد، كأن الناس على رؤوسهم الطير، إلى الصمت، كناية عن الصمت. بعد، تكلمت مولاتنا زينب بكلام الراوي يقول كأنها تنطق بلسان أبيها. يعني من اللي قاعد يحكي؟ علي بن أبي طالب. خلي نرجع حس خطوة إلى الوراء. علي مع الحق والحق مع هو الباطل قاعد يحكم، والباطل منتشر والباطل متوسع ويعيش هاللحظة اللي هي شنو؟ ولو أعجبك كثرة الخبيث. هاي الإمكانية. فقالت يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل والخذل، ألا فلا رقأت الدمع ولا هدأت الزفر، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون دين أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والعجب الكذب والشنف وملق الإماء، أو كمغزى على دمنة، أو كمرعان على دمنة، أو فضة أو قصة على ملحودة، ألا ساء ما تزرون، ألا تبا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وخسرت الصفقة وتبت الأيدي وضربت عليكم الذلة والمسكنة، أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم وأي حرمة له انتهكتم وأي كريمة له أبرزتم؟ كلام في غاية الدقة، وهنا توضحت أمور كثيرة وتفاعل الناس كردة فعل وأخذوا يبكون، كانوا غير في غير حالة. قبل خطبة مولاتنا زينب كانوا في غير وضع وفي غير مظهر، والدولة مأثرة والحكومة طالعة ورجالها، وعبيد الله بن زياد تقصد بهذه الأمور. وتدري أنت الموقف إلى أعوان، حجار بن أبجر من جهة، زيد بن الحارث من جهة، شبث بن ربعي من جهة، فلان فلان. لكن زينب لما رأتهم يبكون وسمعت بكاءهم انهالت عليهم مرة أخرى، أتبكون؟ أجل والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. هاي جريمة لا تغتفر، هاي فعلا. وأنا ترحضون، شوف، قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومدرأ سنتكم ومنار محجتكم، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لقد جئتم بها خرقاء شوهاء كطلاع الأرض وملء السماء. اسمع أرجوك، أفعجبت من مطرة السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلا يستخفنك المهل، شوي انتبه لي كلمة زينب في غاية الروعة، مولاتنا أم المصر، فلا يستخفنك المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربك لبالمرصاد. يشوف النتائج، المنتمي للحق ويعيش الحق ويعيش هاي الحقيقة، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يشوف النتائج، فلا يستخفنك المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربك لبالمرصاد. قرآن، استنباط من القرآن. هذا منين جابته مولاتنا زينب؟ استفادت من هاي التجربة الواسعة الكبيرة لحياة الإنسان، والتي يحكم بها شنو؟ سنن الله عز وجل. الله يحكم، الحق واحد، الباطل مليون، هذا مو مقياس. الحق مهزوم ظاهرا، الباطل منتصر ظاهرا،
هذا مو مقياس. الشكل هذا اللي أثر على الناس، وتدري أنت انهزم كثير من الناس بسبب ذلك، لكن لولا تلك الكلمات اللي أرجعت النصاب إلى موقعه. وبصراحة الإمام الحسين أراد أن ينهج هذا المنهج القرآني، هذا ترجمة لقول الله تعالى عندما ضرب مثال الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلذلك جعلها من مناهجه ومن خطواته في الثورة: ألا فمن قبلني بقبول الحق، حتى لم يتعامل بهويته، وكان يستطيع أن يقول فمن قبلني وأنا الحسين بن علي، كلش كافي من يقول الحسين بن علي، هوية واضحة، وهو سيد شباب أهل الجنة، مصباح الهدى، سفينة النجاة. بس يريد يربي البشرية، يريد يقول ترى عندنا رسالة، يريد يقول ترى عندنا مشروع. هذا اللي تكلمت عنه البارحة، أنه عندنا مشروع تبناه هذا البيت. المشروع هو بقاء الإسلام، المشروع هو يبقى القرآن نضج طازج بين الناس، يقرأ ويفهم صحيح. وإلا تعطيك واحدة من هذه، الإمام زين العابدين عليه السلام في الشام طلع على رجل من المسجد، ومبين عليه علامات أنه من أهل الجامع، من أهل المسجد، من أهل المعية هاي، شتم الإمام زين العابدين، شتم الحسين، كان يتشمت. قال: يا شيخ، أما قرأت القرآن؟ قال: إيه؟ قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. يعني شنو مشكلة قراءة قرآن؟ لا، مشكلة توضيح قرآن، مشكلة مصداق المفاهيم وين، مشكلة اللي يقرأ القرآن وما يعرف هاي الآية وين توديه وين تجيبه. يعني شنو من إسلام هذا؟ إسلام فاقد المحتوى، إسلام ما بي مضمون، إسلام هو اسمه إسلام. شلون عندنا هواي ناس، والله يجوز الصراحة الزعل، تسمعنا ناس هواي وتشاهد هواي، عندنا اليوم بمجتمعنا هو مسلم بالجنسية بس، والله مسلم بس بالجنسية، مكتوب مسلم بس هو مسلم صدق؟ يندل القبلة؟ ما يندل القبلة، عايش الناس سالمة من إيد المسلم، من سلم الناس من يدي ولسان، ما سالم الناس لا من إيده ولا من سلم. والله عمي هاي الله فوق أنا وجه، نصيح الغوث من بعض الناس، الغوث حق له محق. فهنا لولا هذا التفسير وهذا التوضيح، هذا الرجل بقى ساكت يقرأ هاي الآية، مر علي هاي الآية، طارق سمعه يتلوها بالقرآن، بس منو أهلها؟ ما يدري. قال له: نحن القربى يا شيخ، نحن. قال له: أنتم؟ قال له: إيه نحن. قال له: أما قرأت قوله تعالى؟ قال له: وين؟ قال له: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وتدري هاي الآية فد تعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تدري بذل جهد عليها. ابن عباس يقول: شهدنا النبي في رواية، وطبعا ها أقول لك بصراحة، الروايتين ينقلها جمهور المسلمين مو احنا ننقلها، الروايتين في كتب العامة، رواية شهدنا النبي 6 أشهر ورواية شهدنا النبي 9 أشهر. شهدنا النبي 6، هم راضين احنا بـ6 أشهر، ما نريدهم 9 أشهر، احنا نحكي بـ6 أشهر، نقول مبنانا 6 أشهر، ذيك ما نريدها. شهدنا النبي 6 أشهر عند كل صلاة يأتي على باب علي وفاطمة، يطرق الباب ويتلو الآية، هاي الآية. فقال له: أما قرأتها؟ قال له: هاي قاريها هواي تمر علي. قال له: نحن أهل البيت. قال له: أنتم؟ الإمام يقول له: بلى والله نحن. هذا يقرأ قرآن بس إسلام ما موصل له الفكرة، إسلام ما موصل له المحتوى، أنه ترى هذا البيت مقدس في السماء، هذا البيت هو راح يحمل المسؤولية، هذا البيت هو راح يضحي، الحق متمثل به وهم أهل الحق، وهم راح يعيشون الناس الحياة الكريمة الطيبة اللي بها إسلام ودين وقرآن. هذا إسلام نظيف، قرآن سليم من التحريف، مبادئ صحيحة تحكم الناس، هذا اللي بذلوا أهل البيت من أجله. فهنا الإمام الحسين بقى مصر على هذا الأمر.
إصرارا اللي البارحة تكلمنا عنه، ثباته على هذا الموقف حتى يجي يصور للناس الإسلام الصحيح. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أحبائي، الكلام يم التضحيح. إنه نضرب مثالين، أنت الآن إذا تريد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إيش قد يحتاج لك قوة؟ روح حاكي لبعض الناس عن حرمة الغناء، قل له الغناء حرام ماذا يفعل بك؟ روح احكي لي بعض النساء عن التبرج وأن الحجاب مو بالمستوى الواقع، مو بالمستوى المطلوب، ماذا يصنع بك؟ ماذا يفعلون بك؟ شيخنا شيخ جلال، شيخنا أمر بالمعروف نهى عن المنكر قد يتطلب ثمن لأجل أن تمنع الناس من الذنوب، لأجل أن تمنع الناس من السيئات، لأجل أن تقول ثلاثة ينعدن على الأصابع: الحجاب، الغناء، الربا. بس ذني لا تتحمل أكثر، لا تتحمل أكثر، كل من يمدرج ليش إنه بس ذني وخلى أشوفك بعد شهر، إذا ما لقيتك مريض أنا عاتبني، إذا ما لقيتك نومك ما مرتاح بي تعال عاتبني، إذا ما لقيتك، إذا ما يسودنونك الناس ويخلونك تمشي بالشارع مثل المسودن، مثل يحاربوك الناس. إذا أمرت بالمعروف هنا إحنا نجي على تضحية راح تحفظ الإسلام وشأن الإسلام، تحفظ القرآن ومنطق القرآن وتفسير القرآن، وتحفظ هالدين هذا. لذلك إمامنا زين العابدين لما سألوه من الذي انتصر ماذا قال؟ قال الحسين انتصر؟ قال نحن أهل البيت انتصرنا؟ ماذا قال الإمام زعيم؟ قال للسائل الذي سأله من الذي انتصر، قال أذن وأقم الصلاة وستعرف من الذي انتصر. يعني من اللي انتصر؟ الحق، الدين، أما الزبد فيذهب. هذا اللي أكد عليه الإمام الحسين عليه السلام إنه راح يندفع ثمن، مو ثمن قليل. ألا فمن قبلني بقبول الحق، الثورة بعد لها 180 يوم، المعركة بعد لها 6 أشهر، والحسين الآن شي يقول: ألا فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. يعني القضية راجعة لمن؟ إلى الله. ومن رد علي راح تكون معارضة، أكو جيل ربته حكومات فاسدة، عم ترى الحكومة الفاسدة والدولة الفاشلة تنتج لك جيل لو نبي ما يغيره، لو إمام هم يبس ريجه وينشلع قلبه. علي بن أبي طالب انتجوا له مجتمعات وأجيال 3 حكومات فاسدة، قال لهم: لا أصلحكم بفساد نفسي. ما مو علي ما يقدر، بس يردون سب، يردون شتم، ويردون عصا، ويردون هيك منكم نهلك، ويردون 24 ساعة أنت محزم والدق بالعصة وتعاقب، ويردون ما يردون. قال: لا أصلحكم بفساد نفس. ليش؟ لأن مجتمع نتيجة فشل، نتيجة فساد. الرشوة شو تربي عمي؟ الرشوة شو تربي؟ شو تحط من مرض بالمجتمع الرشوة إذا صارت؟ إذا أنت المسؤول في الدولة مو نظيف، شو ينتج لك؟ شو يثقف لك؟ شو يعلم لك؟ الجيل الوراء شو يعلم لك؟ وهذا اليوم في محيطك موجود للأسف ومتوغل. علي بن أبي طالب يقول: ترى إجانا جيل من حكومات فاسدة ودول فاشلة. ثم قال الكلمة الأخرى: أقدر أصلحكم، لكن ليش ما تصلح يا أبا الحسن؟ قال: لا أطلب النصر بالجور. يقول: أنا مبدأ دين، أنا عندي منهاج النبي الخاتم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإسلام ما نبنى بالظلم، ما نبنى بالفساد، ما نبنى بالكذب، ما نبنى بالغش، ما نبنى بذني كله. فعلي بن أبي طالب يريد يحافظ على المبدأ، يريد يبقى مصر على هذا المبدأ أنه هو عنوان للحق وللعدل. فلذلك الجيل اللي وصل للإمام الحسين راضي بأن يكون يزيد خليفة المسلمين،
راضي. تدرون انتم احبائي، معاويه دز رساله لمروان وكان والي على المدينه، قال له مهد لي الامور، خلي لي المجتمع يتقبل فكره انه يزيد خليفه المسلمين. مروان نفسه هذا الفاسد الفاشل اللي يسمى بالوزغ وطرد النبي خارج المدينه، قال المدينه ما يردون يزيد، هواهم مو هوا يزيد، ما يحبون يزيد. بس هو ليش؟ لان هو مقتنع قناعه كامله انه يزيد مو مال خليفه، يزيد مو مال يصير يترأس الامور، يزيد مو مال يجي يمسك هالمسؤوليه هاي. يعني اذا الباطل راح يقود الامه، وهذا اللي خلى معاوية سوى مباشرة عزل مروان، عزله ما خلاه والي على المدينة وخلى بمكان الوليد بن عتبة مباشرة، لأن ما حقق للي يريده. دز رسالة إلى زياد بن أبيه كان على البصرة، قال له مهد لي الأمور يزيد خليفة المسلمين. قال له يزيد؟ ظل بقى ويا الجماعة، وهو هم تبنى هاي الفكرة. بعث رسالة إلى يزيد، قال له اترك الخمر في النهار وشربه بس بالليل، لأن كان 24 ساعة يحتسي الخمر. شوف يعني شنو اللي يدير الأمة، هاي نقطة واضحة. وبعث رسالة زياد بن أبيه، قال له يا يزيد اترك الخمر في النهار وشربه بس بالليل حتى تقدر تدير أمور الأمة. كان يلاعب القرود، وكان يزني بالمحارم، وكان يشرب الخمر. هنا لما طلبت البيعة من الحسين، الحسين حق وعدل، قال نحن أهل بيت النبوة، مهبط الملائكة، أهل هذا الدين، أهل هذا الإسلام. ويزيد حكاها بصراحة، فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة مثلي. شوف عبيد الله بن زياد لما راد يصدر هذا الموضوع أمام الناس، زينب ما حاولت تخلي عبيد الله بن زياد يشوفها بالمجالس، كانت تتنكر. يعني تصير وراء امرأة توقف على كتر زينب أم الخدر. عمي زينب مو هيك عبالك، يعني يقول جاورت علي سنين فلم أرى لزينب ظل ولم أسمع لها صوت. قاعدة بزوية زينب هيك بتاعته، حتى عبيد الله بن زياد فاسق دعي ابن دعي، حتى حرام يحكي ويا زينب. فظل يسأل من تلك، ما جاوبت. من ذيك المرأة، ما حد جاوب. مرة ثالثة ما جاوب، قال له هاي زينب بنت علي بن أبي طالب. فمباشرة وجه له هذا المبدأ الأموي الحرام الباطل الظلم، قال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب إحدوثتكم وقتل. ذكر الحسين وعلي بن أبي طالب، ولكن ذكرهما بسب وشتم، لا يطاوع اللسان على ذكر ذلك، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر، لكن ما يحكيها اللسان، مكتوبة بالكتب. شتم الحسين وشتم علي بن أبي طالب. زين يا جماعة، قدامها رأس الحسين محطوط بإناء قدام عبيد الله بن زياد، قدامها رأس أبو فاضل والسهم نابت في عينه، رأس علي الأكبر. مو هذا مو سهل، انت ما سامع هذا البيت يهد الحيل، أنا مشيت درب الما مشيته وشتالك يا أخوي رافقيت. هي سهلة يا عمي، سهلة. هل حالة كلها وتشوفها قوة؟ ليش؟ لأن تدري اللي يحكم سنن الله، اللي يحكم الحق. قالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، غيرنا مو احنا. الآن هي في مقام تعديل الموقف والرد المناسب، رد عليها رد اللي هو ابتدأ كيف رأيت صنع الله فيكم، قالت ما رأيت إلا جميلة.
قالها الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم وقتل وشتم الحسين وعلي. قالت يفتضح الفاسق يكذب الفاجر وهو غيرنا، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هدمت كل صوامعه، هدمت كل أبنيته، هدمت كل أركانه. لكن ماذا فعل؟ حمل الصوت بيده وأخذ يضرب زينب. هذا اللي يقدر، لكن منع. قالوا له حرمة وثكلة ولا تؤاخذ بما تقول. ومو صاير بيها سهل هذا؟ هذا اللي ينطيك قيمة التضحية. الإمام زين العابدين لما سئل أما آن الأوان، كانت أجوبته أربعة. الجواب الأول قال يا أبا حمزة لا تلمني، ما مررت على ديار آل عقيل إلا واختنقت بعبرتي، فإن فيها أنين. منين هذا الأنين؟ أرامل وأيتام. اسمع الثاني، قل ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خبا إلى خبا، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. يا أبا حمزة يعقوب لديه عشرة وفقد واحدا، ويعلم أنه حي وسيجمع الله بينه وبينه، ولكن بيضت عيناه من الحزن. وأنا رأيت أبي وإخوتي وعمومتي وبنو عمومتي لا مثيل لهم في الأرض، مجزرين جزر الأضاحي. الأخيرة اللي هي ثمن باهظ كن أنا ولكن قيمة للتضحية ونقدر التضحية به. يا أبا حمزة هل سمعت أذنك أو رأت عينك أن هاشمية سبيت؟ قل أنت سمعت يوم من الأيام أن واحدة من هذه بنات الزهراء بنات علي سبيت؟ لا. وهذا اللي كان هو أقصى شيء، ثمن التضحية، ثمن الفداء لهذا الدين، حيث الحسين قالها بصراحة: على الإسلام السلام إذ ابتلت الأمة برعني كي يزيد. ماذا ستفعل أبا عبد الله؟ سأقدم روحي، سأمضي، وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما. فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. ماذا ستفعل أبا عبد الله؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا وعيالك، شاء الله أن يراهم سبايا. ليلة العاشر الحسين عليه السلام يطلب من زينب ملابس إضافية المن سيدنا الملابس الإضافية. أحبائي أعزائي، جابت له قميص وسروال لبسهن. قالت أخي لما؟ قال أخي زينب غدا تسلب ثيابي. أبا عبد الله سيدي، أي قتيل قتلوه كما قتلوك، من شرب الماء حرموك، ثيابك سلبوك، ثم عمدا بجرد الخيل صدرك سحقوك. أبا عبد الله أنا هاي مشاعري قلتها يوم العاشر من محرم في العراق لأهلكم وأحبابكم، وأقولكم إياها، أقول لسيدي أبا عبد الله ليت الخيل داست على صدري، ليت ثيابي سلبت أبا عبد الله، ليت الرمح طعنني ولا يطعنك. يقول الراوي جسد الحسين صار كالقنفذ من كثرة السهام، لا يرى له محل. وهذا اللي يقول الإمام الصادق أنه كان في جسد جدي الحسين 1000 طعنة، ما بين سهم ما بين رمح
ما بين ضربة سيف، فسئل يا ابن رسول الله كيف استوعب الجسد ذلك؟ قال كانت الطعنة فوق الطعنة. يا نازل بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حيايا الجثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاث لا يزار مقامها. أنا راح أستفزك بشكم كلمة يا محب يا أموالي، أرجوك تشاطرني الرأي وتفتح لقلبك. مو عادة الميت تحضر كل هلا. عمي هاي صحيحة لو لا؟ مو صحيح؟ مو هيك تعلمنا؟ مو تربينا هيك؟ مو وعينا على هاي؟ مو عادة الميت تحضر كل هلا، وعلى رد الصوت كلها مهرولة. هذا جايب ماي هذا يغسله، أو ذاك جايب شفه. ذاك جايب جفن هذا يفصله. يا ناس هاي عادل ما جروها بكربل، هاي عادة الما جروها بكربل. اي والله بس الحسين ما حد غسله. صيحوا ياي ثلاثا حسين. إمامنا زين العابدين ذهب إلى كربلاء ليدفن أباه الحسين وأولاد الحسين وإخوة الحسين وأولاد عمومته وأصحابه. لما وصل إمامنا زين العابدين إلى كربلاء، وصل إلى جسد أباه الحسين، سلم على أباه، رمى بنفسه على جسد أبي. أبي يا حسين، أبي، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما ليلي فمسهد، أما حزني فسرمياد، حتى يجمع الله بيني وبينك. آجركم الله. أرباب المقاتل يقولون الإمام زين العابدين عندما أراد أن يحمل أباه لكي يوسد في حفرته، كلما حمله من جانب سقط الجانب الآخر. أيوا حسينا، أيوا غريبا، أيوا مظلوما، والسدرة والسدرة ما ينشال شيلن، والسدرة أبوي مرض رضا ضلوعا، وصدرة يا الجاب كافورا، والسدرة والسدرة ومن غسل غريب الغاضرية. فرد ونا فرد ونا حتى اخذك للرضيع والعلي الاكبر وللباقين. يا من غسل غريب الغاية، يا ضري. بينما امامنا السجاد بهذا الحال، وإذا به يبحث عن شيء في الأرض، يقولون أرباب المقاتل إمامنا زين العابدين التقط شيئا من الأرض ووضعه مع جسد أبيه، وإذا به إصبع الإمام. يا يا يا
ثم إمامنا السجاد يجيب أباه بعد أن سمع نحره ينادي: بني علي بني علي وزد رضيعي على الحصن. ثم حمل أخاه الذي كان مقطع عربا عربا دفنه عند رجلي الإمام، ثم حفر حفرة لأصحاب أبي وبنو عمومته فوسدهم في قبورهم. آجركم الله الجماعة الذين اجتمعوا معه في يوم الدفن، كانوا من قبيلة بني أسد، أشاروا إلى الإمام بهذا الكلام، قالوا: يا ابن رسول الله، هناك جسد على المشرع. يقولوا لك: كل ما اجتهدنا على أن نحرك ما استطعنا. قال: دعوني فإني معي من يعينني. ذهب إلى عمه، رمى بنفسه على عمه، قل له: يا عم خلاف عينك يسرون أعداء. يا عمي اخلاف عينك يسران اعداك، اعداك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك. آجركم الله، امامنا السجاد اكمل الدفن ورجع الى الكوفة. افتقدته عمته زينب، بئت الدعاء عند حاجة واقفة، اللي عنده مريض، اللي عنده هم، اللي عنده غم. آجركم الله. قال عم زينب: يا الآن فرغت من دفن والدي وإخوتي وعمومتي وبنو عمومتي وأصحاب أبي. تقل: بالله خبرني يا دفاوان. الله الله الله، ترى فرد بيت حاجة جايب لك إياه، إن شاء الله بيت حاجة تقضى حاجتك. بالله خبرني يا دفان يا دفان، بخيت قلبه لو دفن حسين عطش، بخيت قلبه لو دفنت حسين عطشان. ثم ونت زينب هاي الونة بألم بحسرة بوجع في القلب: يا عم اش ما لهن مالفون. أرد أحضرك بيت الدعاء هذا: اش ما لهن مالفون مالفون وبديار غربة ضيعون، حيث الليالي حيث الليالي غدرت بينا بينا ذبحة وهنا ونسبينا. أنا هاي الأبيات ما أقراهن إلا أعتذر الصاحب الزمان: سيدي يا صاحب الزمان، عندنا ذنوب، عندنا سيئات، نريد التوبة، دعائنا محجوب، ريد أبواب السماء تنفتح، إن اعذرنا سيدي على هلش كم بيت هذا، بس هاي ونة أحبابك سيدي، هاي ونة الموالين، هاي هذا الجرح اللي في قلوبنا. يا طبة السوق، طببوهن بالسوق مشوهن بالأسواق. يا طبة السوق كلفوا علي، يا طبة السوق افتح لي قلبك اسمع حنزين. آه
تتعثر النوق لما النوين تتعثر النوق. راح تشوف ليش اعتذرت لصاحب الزمان. والله مقيدينا مقيدينا بحبال خشنا مقيدينا. هذا حالهم، شنو تضحيتهم لعاد. اي والله مقيدينا مقيدينا بحبال خشنا مقيدينا، يجري من ديانا يجري من ديانا، ظل الدماء يجري من ديانا. هذه زينب ومن قبل كانت فرد بيتين ان شاء الله، وضربة على صدرك شوية للمواساة بوي. انحاكي كربلا وانحاكي الحسين، ارفع لي صوتك شوية ايدك يا موالي. ان كان قبر حسين مبني بكربلا، ان كان قبر حسين مبني بكربلا، بقلب كل شيعي قبر محفور له، بقلب كل شيعي قبر محفور له. وحسيناه وحسيناه، شيل لي ايدك بارك الله بك. دقيقتين قبل الدعاء، قبل الدعاء، يلا لوح لوح الكربلا، لوح الكربلا. ان كان قبر حسين مبني بكربلا، ان كان قبر حسين مبني بقلب كل شيعي قبر محفور له، بقلب كل شيعي قبر. شيل ايدك وحسينا وحسينا وحسينا. جواب جواب. وحسينا وحسينا. صحوا يا إن كان قبر حسين مبني بكربلا، بقلب كل شيعي قبر محفوظ. إن كان قبر حسين بقلب كل شيعي قبر. جوابك وحسينا بعد بعد وحسينا. يرزقنا وإياكم زيارة الحسين. كان قبر حسين ما بنبكى بقلب كل شيعي قبر. ان كان كان قبر حسين بقلب كل شيعي قبر. شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ وحسينا الله يرزقنا الزيارة. وحسينا من الأهواز، من الأهواز. إن كان كان قبر حسين ما بكربلاء، الطم وقرأ. إن كان قبر حسين ما بكربلاء، بقلب كل شيعي قبر. قلب بقلب كل شيعي قبر. للزيارة للزيارة. وحسينا وحسينا فدوى الجوابك. بس هالمرة، بس هالمرة الطم واقرأ. إن كان قبر حسين ما بنبكى بقلب كل شيعي قبر. إن كان كان قبر حسين ما بنبكى بقلب كل شيعي قبر محفور. شعارك وحسينا. عافية عافية وحسينا.
فاطم هذا النص هذا النص. ايش ما يمر ذكرى ويمر طاري الذبح، ايش ما يمر ذكرى ويمر طاري الذبح، بالقلوب الجرح ينزل على الجرح، بالقلوب الجرح ينزل على الجرح، قبر صار بكل محرم ينفتح، قبر صار بكل محرم ويطلع علينا بشفاه الذابلة، ويطلع علينا بشفاه. شو نصيح احنا؟ وحسين وحسينا. شنو جوابك؟ القم واقرن كان قبر بقلب كل شيعي قبر، كان قبر بعد وحسينا حسين من يوم الهوى فوق الترب، حسين من يوم الهوى فوق الترب، شفنا دم الهادي من نحرة يصب، شفنا دم الهادي من نحرة يصب، حفرة الحسرات حسرة بكي القلب، حفرة الحسرات قبر بكي القلب، بكل قلب مكتوب يا كل الهلة، بالقلب مكتوب يا كل الهلة. فرخة الموالي وحسينا، اي والله ان كان قبر حسين ما بنبكى بقلب كل شيء، ان كان قبر حسين ما بنبكى بقلب كل شيء، بيت الدعاء بيت الدعاء. اي والله ما حسينا، الطم الطم بيت الدعاء. كل محرم ينفتح باب القبر لخادم اهل البيت ابو علي الناصري من الاهواز. كل محرم ينفتح باب القبر، كل محرم ما كل طم شو ما كل محرم ينفتح باب القبر، بيوم عاشر يلبس هدوم الصبر، بيوم عاشر يلبس هدوم الصبر، وراح نحر ينزف لو جزء وقت الظهر، نحر ينزف لو جزء وقت الظهر، ويمنت على صوابنا بلا تحرملة، ويمنت على صوابنا بلا تحرملة. وحسينا صرخة وحسينا. ان كان قبر حسين كان قبر حسين ما بكربلة، كان قبر قلب كل شيعي، قلب كل شيعي قبر محفور له، شنو جوابك؟ شنو شعارك؟ وحسينا إلهي وسيدي ومولاي، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين،
اللهم بحق محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم فرج عن العراق يا الله. اللهم شافي كل مريض، من أوصانا بالدعاء والمنظورين، وجرحانا ومرضى هذا الوباء والبلاء. اقض دين كل مدين، المحرومين من الذرية بحق عيال الحسين ارزقهم الذرية يا الله. اطلبوا حوائجكم أحبائي، يوفق الساعين المؤسسين جميع العاملين. لا تنسون أموات المؤسسين، الحاج كاظم حمداني من الدعاء والفاتحة، وخادم أهل البيت شيخ عبد علي الحيدري من الدعاء والفاتحة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، وإلى أموات المؤسسين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.